ده هو الاخوان الزراق، هذا هو الاخوان المكان ديال الجبل ديال الزراق. ثم كتشوفوا معنا الاخوان بلاصه مؤخرا داو منا الكنوز ديال المكان ديال يطلق عليها ثلاجة غار. بالنسبه للاخوان هنا كيديروا واحد كيديروا شي حاجه، شي قرعه المكد، شي قرعه الماء سخونه كتولي بارده مع الحجر. وهنا يقولوا لي الثلاجه بلاصه الاخوان جاو داو منا الكنز، شي بلاصه كي محفوره ديك بلاصه لداخل داو داو الكنز ومشاو. كيجيو من سواسة، كيجيو من بلايص. انتم الاخوان بلاصه مؤخرا فات داو واحد العام وناص ولا عامين. انتم كتشوفوا معنا الاخوان بلاصه داو من الكنز مؤخرا. هادي غير واحد بلاصه الا كدرتي فيها شي بيدوت الماء ولا شي قرعه كتولي بارده. هيا طلعت الفوق وهوات طبيعة هنا والأجواء. يكون باقي الإخوان هنا الكنز حتىش هاد البلاصة كانوا كيعمروها فرنسا وإسبانيا. المهم في قبل كانوا كيجيو لهنايا. أنتم الإخوان هاد الجبل عالي الفوق، اش كيدير الاخوان عالي بزاف. ها هو غادي يعتل ليه اكبر صف في المنطقة، هو ذاك الكهف يطلق عليه في المنطقة الثلاجة ديال جبل ديال الزرق. الاخوان هذا هو الزرق، جبل الزرق، جمعت في النسبة بالحيط اقليم تاونات، دائرة مرنيسة اقليم تاونات. هانتوما الاخوان هاد الطبيعة، هانتوما كتشوفوا هاد الطبيعة بحال هكا. هذه هي الاخوان الطبيعه وكل دوار. هذا الدوار اللي غادي يشري له التاريه، هذا اللي من اللي هي في الناسه، هل اثنين في الناسه بو الحيط وهاد القصبه. هذه واحد الطريق غدا من اللي هي هو ده وحده، هو ده من الجبل وحده، ما هو داش من الجبل.
انتم الاخوان.